يعني الناس نادر حاجة اسمه عربي، ده 10% بس منهم صالحين، باقي ده كلهم طالحين ساكت ما تسمع، هذا تاريخ يا جماعة. فالزول اللي بدي النفقة قال لك حتى لا تعلم شماله من يمينه نفق، نفقة حتى لا تعلم شماله من يمينه نفق، يعني لما تدي زول الشمال ذاته ما تشوف انه اليمين ادت قروش كم، دي النفقة ما بتفاخر بها. ولو جينا لفقر لفقر الخواجات دي اكبر ناس كرماء. بعد ده خلينا من اللولوة واللف والدوران والتدخل بتاع الدول وكده والسرقة بتاع الذهب، ده خليكم شغل الحكومات عديل كده كمواطنين خواجات اقرب منك، بدليل الملابس دي بلموها ما بيدوها، بكبوها في كونتيلات في الشارع، اي دول بعرف الكلام ده، بمشوا بخسروها في ماشين بودوها في الكنائس، وبمشوا بعد ذلك بشيلوها بكسوها للمهاجرين لما يجوا كرم. عندهم سفن، السفن ده بمشوا البحر الابيض المتوسط بشيلوه، بشيلوا الناس بيجيبوهم. خلي ده كله اطلع من الموضوع ده كله، خواجية تجي تفتح منظمة تجريكم بإخلاص بضمير كده من جوا، خواجية موظفة بتدرسنا نحن في مدرسة ما في أي ذو مراقبة ولا في كاميرا، بتدرس كده من دواخلها جوا، 10 دقيقة باقي من الزمن ما بتدينا لو إلا ينتهي، وبتلتزم بالزمن وبتقول كده وكده، توجه لك الموضوع ده كده وكده، وده إف وده جي وده آر وده كده وده كده، تقعد معاك تفهمك بيشتغل لله، ما باقي لنا الا يشيلوا الشحاتين. كرم بتاعت شنو يا زول انت؟ يا تو كرم انت تتكلم فيه؟ كرم عن احنا، اي زول قال عن احنا عن احنا عن احنا، ده عملته للدنيا وما عندك فيه ولا تكتح. الله ما بيحب المجاهرين، واي زول فاسد في الدنيا الفساد جميع انواعه، لكن الله ما بدور الزور المجاهر، زي الزور اللي قتل الناس ده لو كان ضربهم معلش حسابه ينضل، لكن ما صورهم بالفيديو. الله ما بدور المجاهرين، حتى يقول لك الدنيا رمضان، يقول لك يا ترى انا مالي ماله انا ما صايم، لا الله قال لك انت مش ما صايم، انت مش مسلم، انت لسه في بيتكم اكل. الله بينتقم من المجاهرين والمنافقين في الدرك الاسفل من النار، ما عندكم ولا اي حاجه، شغلكم ده عملتوا رياء. شوفونا انحنا انحنا، يعني احنا هسي ما قادرين نطبخ، امشي عليك الله اقليمنا ده، امشي هسي في اقليمنا الغربي ده عليك الله، شوفوا قبال الخروبات ده كان، شوف البهايم الناس بياكلوا كيف، شوف الناس دي كانوا كيف، يا اخي زول لو مشيت له ما عنده اي حاجه بطبخ لك جدانه، والاكل اوريدي اوريدي كده لحوم، انتم ما بتاكلوا الدمع الا بالدمع، اكثر حاجه مشهورين بملاحم جلولوت وملحويكه، تلموا 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 تلموا، واحد يلقى عيان يجي يشيلوا منكم جد، واحد بس في البيت يعزيكم عزيه يلقى عيان يطرشق المال ده كله، عمليه واحده بتطلي ميتين ابو القروي دي جد، مش كان اخر تاكل وتشحم وتلبس واموركم طيبه؟ تدرين تورونا شنو يا جماعه؟ دردشه يا جماعه، ونس الله القبيل ذاك السياسي ذاك انتهى، دايرين نوريه منه بكتب لك في التعليقات انحنا وانحنا، انت مجرد ما قلت انا ومجرد ما اتفاخرت بالشيء انت عديته للناس، انت ما عديته لله، عديته لي الا عشان الناس يشوفوك يقول لك انت زول كويس وانت كده، اذا اي حاجه ما ماشيه لله زيرو. عرفت كلامي؟ راجع حساباتك، جدك ده وحمي ساكت، جدك ده قرص غبي ساكت، ما عنده اي موضوع، علمك كده حاجه بتاعت وساخه ساكت. والله العظيم انا بعرفهم عديل، الواحد شحامه كده بس يشيلوا حاشميه كده، يدفع القروش بكره الصباح يمشي حق الكيس ما عنده. ده شنو حسي يعني؟ الأم أريانة ما بكسر ولد أبوه، حاجة ما بتلحق لك لنا بيتكم، تيجي تتفاخر بها؟ ها؟ آخر كلمة حرم حرم عليك طلاق أطبخ، أطبخ آخر كلمة بتاعت لبن بتاع شوفها يطبخ، مش البشير يعني إحنا الكرم ونحن نطبخ الشايلة، أنت ماسك الدولة تقول نحن نطبخ الشايلة؟ يا أخي الدولة هنا في فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج وأستراليا وأمريكا، أول حاجة عشان تعرف الكرم، عندهم دار الأجزة، زول راقد في الشارع بمشوا عندهم محلات بيودوا بنومه، ما يرقد في الشارع ده، واحد، اثنين بلبسوا لو ما لابس، عندهم محل شواهي تشرب شاهي، عندهم حمامات في الشارع تسير مجاني، أنت حماماتك في السودان بقروش، أدفع قروش
تسير مجان في الشارع، حمام في الشارع تسير مجان بتقنية عالية كمان بالزيرو، حمام بفتح بالزيرو عديل كده تدوس زيرو بفتح كويس وبقفل عديل بالزيرو تمام. ده واحد. اثنين، في محل بتاع اكل، في محل تشيل منه اكل عديل تاكل لو ما عندك قروش، في محل بتاع نوم عديل تنوم ساكت، القروش بيصرفوك، الناس الكبار بيصرفوهم، الدولة بيصرفهم قروش لغاية يموتوا. وين انت؟ يا تخرب انت بتتكلم في وزر. الكرم الجد بتاع المسلمين شالوهم هاسي جابوه في بلدهم هنا، شالوا الحاجات السمحة مننا نحن واخلاقه الوسخة والافنة ذاك ادوكم لها انتم. فخر بشنو يا زول؟ لو كان اصلا لو انتم صادقين ما كان حصل حرب في السودان على الاطلاق. لو كان انتم متكاتفين زي الخواجات ويزول بيشيل الثاني الله يفضل ذاتهم كان ما بتكون بالصورة دي. لانه نحن لجينا شاكل منو مثلا. بلد فيه حرية سلام وعدالة نشاكل منو؟ هو ذاته الحرب ده الظلمنا منو عشان نجي نشاكل في التواصل الاجتماعي، في التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا هنا. منو ظلمنا ذاته؟ في واحد شمالي كلب نتن عفن ابن حرام ظلم الناس. وعشان كده الحرب يتحول في الخرطوم. خلق الصراع في جميع ده عربي، واحد اسمه عربي مستعرب كلب ابن كلب واطي حقير حتى دمر اهله ذاته. هو جاب الجنجويد ودخلهم اي مره شماليه اغتصبوك في الخرطوم شهر ذهبي اهلك الشماليين هم جابوا الجنجويد. ما الجنجويتي؟ انت ما تزعلي من الجنجويد. اي من حق الجنجويتي ده اللي جيتوه في بيتكم وقتلوه. ما تخلوه ينتهك قرضكم وعرضكم، لكن الزول الجاب انت لو في زعل لزعل، لو في غضب لغضب، اهلكم الشماليين فاتوا جابوا الجنجويد من تشاد من غرب افريقيا، جابوهم دخلوهم قال لهم شايفين الشماليات دي لاي اختصبوهم وقتلوهم وقعدوا في بيوتهم وسرقوا ذهبهم. ليه؟ لانه بعد تلقنهم درس عشان يقولوا الجيش الواحد شعبا واحد يرجعوا لنا نحن، وبعد ذاك عشان ثاني نرجعوا لسلطتنا. ما عندنا اي خيار لانه الشعب ده طلع 2019 نحن ساقطين واموالنا بتدمر، القانون بيحاسبنا الا تجي تلقن الشماليات دي درس، وعشان في النهايه يكرهوكم انتم يهبونا نحن. لكن احنا بنفهمهم عبر الله فهم فاهمين، فغنى عن التعريف وغنى عن الفهم. هم الشماليين فاهمين وعارفين واي شيء، لكن لا يقول لك لا لا احنا والله بس الاقليم نخليه في سلطه. طيب ناس جبال النوبه هترجع لناس جبال النوبه، طيب ناس الشرق برضو انجنوا قالوا ده حقهم. عندك مشاكل برضو مع المحس والسكوت والحفايون والضناغله برضو نوبه. عندك مشكله برضو ها مع ناس الضئيل. عندك مشكله برضو مع ناس الدمازين. انتوا منو ذاتوا؟ عشان كده انتوا بتمشوا، انتوا ديل بتمشوا. صعاليك ثلاثه نفر شماشه قاعدين ونحن سبع نفر في البيت، في 10 عزام، الثلاثه ديل يطلعوا، السبعه ديل يقولوا، ثلاثه ديل مش قال جابت لك اللي ده البيت ده اشتريناه 10 نفر عايز نحن نعمل شير للسبع نفر ندوا الثلاثه نفر قروشهم يتخرجوا لنا من البيت ده يبقوا مارقين يا زلمه. بلاش مسخه معاكم يا زلمه. احنا لا لكم اي حاجه. ما ممكن. قال والله يا اخي الجنجويد ده افصل لهم ده الفور ده خليه يفوتوا احبها شويه. يقول لك لا لا والله النوبه ديل برضه قال له هذا افصل لهم خليه يمشوا. اها قال والله ناس الدمازين ديل برضه خليه يمشوا. والله ناس الشيبه ديل برضه خليه ديل ما ديل المينا ديل خربوا لنا الوضع يعني ندقهم بس نطردهم يمشوا اريتري ولا يمشوا اي بلد نستلموا المينا. ايوه المينا دي اهم حاجه خليتها قلت لنا. الزول اللي بيقول الكلام ده اول هو بموت ما بيكون قاعد في السودان. وده دخلت في عقول الناس كده فهموها يا شباليب زي ما تفهموها انتوا تاني. مع السلامة. وداني يا ظلام هو في ابوابنا تاني ما تعدي. وداني يا سلام غدار محل ما بيروض شعرين تفرفر تكوري تجطد. شفتوا المليونية بتاع الجنجبيل كمية بتاعت غرابة كيف ما عربي ما يتدربوا في الراجماني. ما عندهم علاقة بالسلاح المدفية ده ما مدفية ما عندهم علاقة بيهم. لكن الجيش اتمرد. الجيش جزء من اولادهم اتمردوا لانه المدفع ده يهودا. انا اوريك له يهودا الراجمة كاتوشة هنا يهودا. انا اوريك الراجمة هنا يهودا. كويس؟ يا جماعة ليه يا جماعة؟ اوكي
يهودا يهودا الرا... طيب قال لك كباشي راجل شجاع الذي انقذ السودان من الجنجويت. يا راجل انت بليد في مخك يا زول، السودان انت ارجو الخرطوم. طيب عارف عبوتك، عارف امك انت الجنجويت انت صح؟ هاي ما ترجو. طيب ارجو حارسين شنو؟ تحياتنا يا جماعه، تسلموا شكرا لكم ليه قدام. حارسين شنو يا جماعه؟ ارجو. جا واحد قال لي تدمير ملايش الجيش قبل الجنجويت. اكيد طبعا اكيد، دي ما ادري اثنين ثلاثه حبوب الله يرضى عليك. من الاخر كده الجيش مع الدعم السري بينتهوا الاثنين سوا خلاص. الجيش كر بينتهي كده، الضباط الشماليين جد بجروا هنا جزء من الغرابه والنوبه بيتفقوا، وناس الدمازين غصبا عنه بيتفقوا طوالي بلحقوا البلد. لما يتفقوا يلحقوا البلد طوالي يا ابو عليك الله خير. كباش ده اكبر زول فرنجاي انا بقوله، اي زول ده تقرص من الحيطه يقوله زول من سنه 89 ياخذ الكباش. انا جبت ارص مع الرص ساكت ما عنده اي موضوع. شمالين انتوا بس ناس البارده، بس ناس تحبوا البارده بس. دقيقه انا بكره بجيبه لكم. قاعد مع بشير 24 ساعه. بشير ده ما عارف خال ولا حبوبته. مع زول براغم ده يكون في العجله ده، اي زول بيعرف احمد كثله عنده صفحه وعنده وفي ناس بتتابعه، بلا يقدم حاجه الناس يستفيدوا من عندها، لا مقدم عباطه وتخيل وتفاهه زي راسه ده بس يحكم عليه وراسه ده والله ما بحكم عليه. بعدين الزول ده كان بعد الحرب دورت كان ماشي كويس مع الجيش، شهرين صاحبنا فنز. دول الجنجويد قالوا له كم المبلغ اللي انت داير؟ وقال له داير المبلغ الفلاني. قالوا له مسي خودك يا تاجر. قال له انا بسوي اللي انتم ما سيتوا. قالوا نحن سنه 77 ثم قتلنا واغتصبنا وعملنا وهجرنا الناس من بيوتهم. قالوا دي كل المرحله اللي انتم جيتوا. قالوا انا بعمل لكم عنصريه. يا سلام والله كان رايح علينا الكلام ده. قالوا بدي تكلوا علينا تاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زول براغم ده الكرسي العجله ده، اي زول بيعرف احمد كثله عنده صفحه بلا يقدم حاجه الناس يستفيدوا من عندها، لا مقدم عباطه وتخيل وتفاهه زي راسه ده بس يحكم عليه وراسه ده اصلا ما بحكم عليه. بعدين الزول ده كان بعد الحرب دورت كان ماشي كويس مع الجيش، شهرين صاحبنا فنز. دول الجنجويد قالوا له كم المبلغ اللي انت داير؟ وقال له داير المبلغ الفلاني. قالوا له مسي خودك يا تاجر. قال له انا بسوي اللي انتم ما سيتوا. قالوا نحن سنه 77 ثم قتلنا واغتصبنا وعملنا وهجرنا الناس من بيوتهم. قالوا دي كل المرحله اللي انتم جيتوا. قالوا انا بعمل لكم عنصريه. يا سلام والله كان رايح علينا الكلام ده. قالوا بدي تكلوا علينا تابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدا صار الوقت كلها الشرق الشمال الجنوب الغرب، المهم لخبط الوقت كله. ليه صرفوه بتاع الجنجويت اللي عملوه في عنا في الجنينه، والوالي بتاع الجنينه الله يرحمه ويجعله من اصحاب اليمين خميس البكر اللي عملوه فيه وقتلوه ومثلوا بجثمانه وهجروا على الجنينه وعملوا مقابر جماعيه واغتصبوا النساء، عملوا ال 77 ذم ده البلد عملوه في الخرطوم ده كله احمد كثله خلاه. جاء ناس هاجرت مشت مصر، ناس بانيه خيب، احمد كثله لاحقكم داير معاهم شنو؟ انا ما بعرفه والله. يعني حتى في ناس ركبت من الشرق ولا من الشمال ولا من الوسط ولا من الجنوب جات ليه على دارفور؟ دول ما الجنجويد عملوا الخمسه ال 77 ذم عملوها الجنجويد. انت كل نسيت الربوب ده العمله الرخيصه. انت ما زول ما عندك ذم حتى هذا الشرق دول ولا اكلة طبعا صاحبك بخمك بالخلا بربط لك المواضيع. اي والله والجنجويد وضرب الجنينه وكده وكتر خميس. خميس ده اول زول يموت. خميس احسن من الناس اللي ماتوا من 2003 لغايه تاريخ الليله. خميس احسن من الناس اللي قاعدين في معسكرات النزول واللجوء ولا الاطفال التعليم فات. ها ما احسن النفس دي واحد. ما في زول احسن من زول. خميس ما في زول اعلى من زول. انا لله وانا اليه راجعون. خميس يجي خمك بالخلا انت ماشي يا اخوي. هو يا زول ده قال مش جنجويد كتلني انت مالك مالك اتحلى منه انت. انت مالك انت ما راجل قاعد في السعوديه هنا قاعد زبطك. اكل اكل الفاره اكل حاجه ما بتصب لمصلحتهم ما بيريدوها. اجيب لكم الزول ده ذاته يا زول. اجيب لكم الزول ده دقيقه. الزول ده ذاته اجيبه لكم تمام. اجيبه لكم هو ذاته الشخصيه اللي قاعد يتكلم ده قاعد في السعوديه هناك
صار احنا بالبل ولا بتاع، المهم يا هدى. صباح النور والخير يا شباب، اليوم ما اقترب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة. الدنيا دي يا حبيبي والله بكره كواريه ذي اللي قلبه نتقلب القونات والقلاد ذي اللي خلوني برطع في التوك توك ذا ما تنشغلوا فين من عمل له ينقلب بكره ما عمل له ينقلب يا دول ها التوك توك بتاع مش هن قطاقي هنا بتاع هذول ما تقوم لك انا بقى هذول هذول ما تقوم لك انا بقى هذول وخلي الاعضاء يا دول اسرع حاجات انزل لك الريال ده ساعات رسل لنا على النادي يا دول مصارينا يقول لهم تحرر ما شفت انا على الجزيره الناس اتردمت من الخرطوم جات اتردمت في البيوت كان القنقو الفرة وكب انتهت القنقو ها بتاع الاكل الفرة وكب انتهت هذا فيها طلاق حرمان الشغلة دي كلها ضاعت ها الألف ولا الألف ونص ريال دي بالنهاية بتدفع فيها يا يعني البيت التفاضيل دي الناس اللي قدموا الشرموط اللي في البيت البيك الناس بس انتهت البيك زي الملوى بقت قالوا ب 50 مليون ها رايكم شنو؟ رايكم شوام مرض الجنفرين اللي حط في هذا الضربة شوام الشام والنص في ورقة ورقة القليلة الصاقة الطفرطة كمان اللي في قطرة أم هو ده صاحبك ده صاحبك ده صاحبك أصلا قال الجنجبيل قال ده قروش الله يا وهمي أنت